لما أي إنسان يأخذ مسؤولية، مع المسؤولية تأتي قرارات. كانت لحظة فرح لما بديت شركتي وصرت رائدة أعمال وأخذ القرارات بمسؤولية. لحظة فرح وإنجاز للبراند التواجد في المحلات العالمية، وهذا يعطي شعور القوة والمسؤولية كامرأة بحرينية. عندما تحولت أحلامي المسطرة في دفتر أهدافي إلى حقيقة أحيا بها، قررت أن لا أعيش بدون خطط. المرأة تبني بيت وتبني أجيال وتقدر تبني كل اللي تحلم فيه. أنت مهمة وملهمة في كل يوم. شعور الفخر أني أكون سبب في مساندة المرأة البحرينية للإلهام، ومثل ما أنا قدرت أنتوا بعد تقدرون. أيقنت أن النجاح رحلة نمضي فيها بالتعثر والنهوض، وأن لكل مجتهد نصيب، وبعد نحول كل تجربة فاشلة لتجربة ناجحة. شعور الرضا والامتنان رغم التحديات هو أرقى شعور، وأيضا أصعب شعور يمكن اكتسابه. لحظة الفخر والاهتزاز عندما أسمع كلمة شكر وتقدير من شخص كنت أحد أسباب نجاحه. إذا طورنا واستثمرنا في الموارد البشرية، بنينا مستقبل وطننا وبنينا جيل ناجح. زين البحرين تفتخر بإنجازات المرأة البحرينية المتميزة واللي تساهم بارتقاء مملكتنا الغالية. كل عام والمرأة البحرينية بخير. متألقة، ملهمة، متميزة، مبدعة، لامعة.